الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إنه يرفض السلطة وسيتخلى عنها خلال الأيام القادمة. وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون اليمني الرسمي أن هناك رجالا سواء مدنيين أو عسكريين قادرون على الإمساك بالسلطة في البلاد. أنا أرفض السلطة وسأرفضها في الأيام القادمة وسأتخلى عنها، ولكن هناك رجال من يمسكون السلطة. في هناك رجال صدقوا ما عهد الله عليه، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، سيمسكوا الوطن. وينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة أحمد الشلفي. أحمد، كيف هي أصداء كلمة صالح في صنعاء وفي اليمن بشكل عام؟ نعم، اصداء الخطابات في الشارع اليمني للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، خاصه عندما يتحدث عن رحيله عن السلطه، لا احد يصدق هذا الكلام. الحقيقه ان هناك الكثير من المراقبين يعتقدون بان الرئيس علي عبد الله صالح اليوم الجائزه لام اليمنيه توكل كرمان، وهم يعتقدون بان الرئيس علي عبد الله صالح اليوم يقوم الان بادخال البلد في حاله جدل. وانا اعتقد طبعا وغيري من المراقبين يعتقدون والصحفيين بان الرئيس علي عبد الله صالح سيخطب خلال الاسابيع خلال هذا الاسبوع اكثر من خطاب، وذلك لتشويش هذا الموقف ولحجب الانظار عن ما عن محتوى هذه الجائزه وعن ما تقدمه مدير اليمن، خاصه وانها جائزه نوبل للسلام، وايضا جائزه لاول يمنيه واول عربيه تنال هذه الجائزه، واعتراف بسلميه الثوره اليمنيه. انا اعتقد بان الرئيس اليمني لا يعني ما يقول ابدا، هو كان على الدوام يقول انا ساتخلى عنها خلال الايام القادمه منذ فبراير الماضي، ربما تحدث هذا في مئات الخطابات، اقول في مئات الخطابات، لان الرجل خلال الاشهر الماضيه تحدث ما يربو عن 200 خطاب عن رحيله عن السلطة، ولكن كان الهدف يعني الحكم كما قال عسكريين ومدنيين. لاحظوا كيف أنه قال العسكريين ومدنيين، ربما يقصد هو أقرباؤه وعائلته، بينما النداء الذي يتحدث عنه شباب الثورة اليمنية هم يقولون بأنهم يريدون سلطة مدنية، وعندما يتحدثون عن الجيش فإنهم يتحدثون عن الجيش الوطني. الرئيس اليمني عندما يقول يتنحى عن السلطة هذه المرة، فإنما هو مزيد من الوقت، مزيد من المشاكل الأمنية والسياسية، والكثير من اليمنيين والمراقبين اعتقدوا بأن الرجل لا يعد عن كونه خطب خطاب حرب يشبه الخطابات التي تحدث بها خلال الفترات الماضية. ولذلك فإن الكثير يتوقعون بأن الرئيس اليمني ربما كان يريد أن يرد برد غير مباشر على نيل الجائزة للعالمية اليمنية توكل كرمان، وهي جائزة نوبل للسلام، وأراد اليوم أن يخرج بهذا التصريح كي يعيد الجدل وتكرار الحديث حول تنحيه من عدمها كما حدث خلال الفترة الماضية. شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة أحمد الشلفي.